بالماتلاب. احنا نعرف برنامج ماتلاب نطبقه، هو احد البرامج اللي نستخدمها بالمعادلات او الحسابات او عمليات البرمجه. المقصود بالماتلاب هي لغه عاليه الاداء للحوسبه تكون بيئتها سهله في تنفيذ العمليات الرياضيه او المنطقيه او الحسابيه. المختصر مال ماتلاب هو عبارة عن جزئين، الجزء الأول اللي هي مختصر المات اللي هي عبارة عن كلمة ماتريكس، المختبر الجزء الثاني العفو اسمه اللاب اللي هو المختبر مختصر من عندها. الماتلاب جاي من جزئين، جزء المات اللي هو عبارة عن الماتريكس والجزء الثاني اللاب اللي هو المختبر. طبعا سميت عن طريق الماتريكس لان هو ينفذ لنا سهوله الوصول الى البرمجه العمليات المصفوفات، فسمي بكلمة مات من الماتلاب ماتريكس. بالإضافة إلى أنه الماتلاب مالتنا يحتوي على تول معينة خاصة به تنزل تلقائيا أثناء تنصيب البرنامج. هذه التول ممكن تكون عبارة عن فاكشنات جاهزة تسهل لنا عمليات الدوام، مثلا عندنا الساين السميشن اللي كان، بالإضافة إلى عمليات مثلا إذا عندنا إعازات تخص البرنامج الدي اس بي او تخص لنا الكنترول او النورال نتورك. اكو هناك تول بوكس خاصه بها مباشره نستخدم هذه الفاكشن او هذه الداله الخاصه بها وتنفذ لنا هذه البرامج مالتنا. سهوله استخدام الماتلاب بسبب انه وجود هناك عده فاكشنات جاهزه تقوم لنا بالعمليات الحسابيه او العمليات المنطقيه او العمليات اللي تخص لنا بعض الدوال الخاصه بالماتلاب. من الفيرجن الى فيرجن اخر تختلف هذه الدوال، لكن اغلبها بالفيرجنات يعني الاصليه او القديمه او الحديثه اللي نستخدمها يعني اغلبها تكون موجوده دائما بها. عندنا الماتلاب مالتنا، نظام الماتلاب مالتنا يحتوي على خمس امور رئيسيه. النظام خمس أمور رئيسية، هي الأول development environment البيئة مال النظام مالتنا. هذه development environment راح يطلع لنا المقصود بها هي GUI الواجهة الرسوم مالتنا المستخدمة اللي راح أنفذها. من أنفذ برنامج معين بالماتلاب راح يطلع لي إنه خاص بواجهة رسوم معينة، أقصد بها development environment. النوع الثاني مال السيستم مال الماتلاب عندي ماتلاب ماثماتكس فاكشن لابراري، هذه معناتها انه هناك دوال حسابيه للماتلاب موجوده بالمكتبه خاصه اللي قلناها مثل الصام او السبتراكشن، او عندي مثلا عمليه الافريج اريد احسب فقط اكتب داله الافريج، او اريد احسب الدوال المثلثيه مالتي مثل التان الساين الكوساين، اي داله راح اخليها من ضمن السيستم مال ماثماتكس فاكشن تكون هاي جاهزة عندي بالمكتبة الخاصة بالماتلاب. الثالث نوع من الماتلاب سيستم هو الماتلاب لانجوج. الماتلاب لانجوج دائما أنا أستخدم الماتريكس من عندها. اللغة اللي أقصد بها الماتلاب لانجوج هي الانبوت والاوتبوت ماتي، اللي عدد الانبوتات اللي أنا راح أستخدمها والاوتبوت ماتي اللي راح أعرفها. احنا نعرف أن الانبوت هي عبارة عن عمليات المدخلات ماتي اللي أعرفها بال البرنامج الخاص بالبرمجة، والأوتبوت هو البرنامج اللي يخص لي عمليات الإخراج. هنا أنا عندي النوع الرابع اللي هي هاندل جرافيكس. الهاندل جرافيكس مالتي هي اللي راح أستخدمها بعمليات معالجة الرسوم. معالجة الرسوم عندي نوعين تكون، النوع الأول اللي راح يكون عندي مستوى عالي من المعالجة، هذا المستوى العالي راح يعالج لي 2 دايمنشن او 3 دايمنشن للرسوم مالتي، تصويرها ومعالجتها. عندي النوع الاخر من الهاندل جرافيكس هو المستوى المنخفض، هذا فقط ينشئ لي اللي قلنا قبل شويه الجي يو اي اللي هي مظهر الرسوم وكيفيه انشاء الملف الخاص بالجي يو اي يتعلق به. النوع الخامس عندي من الماتلاب سيستم هو الماتلاب سيمولينك. الماتلاب سيمولينك هو ايضا برنامج احنا راح نستخدمه يتعلق بالنمذجه والمحاكاه وتحليل الانظمه الديناميكيه. هذا راح يتعامل ويا الدوال اللينير والنان لينير، راح نستخدمه ايضا، راح ناخذه بشكل مفصل ان شاء الله باثناء الكورس الثاني.
عملية الستارتنج والإكزيت للماتلاب وعملية كيفية فتح فايل وكتابة البرمجة به. عملية الستارتنج عملية تشغيل برنامج الماتلاب عندي 3 خطوات ممكن أستخدمها لأشغل برنامج الماتلاب. الخطوة الأولى ممكن أروح من كلمة ستارت، من الحاسبة، أفتح الحاسبة ألقى كلمة ستارت من المايكروسوفت ويندوز مالتي، أبغى ألقى كلمة ماتلاب راح ألقى بعد الستارت، أضغط على كلمة ستارت بعدها كلمة ماتلاب، أضغط عليها كليك راح يفتح لي البرنامج مالتي. أو عندي الماتلاب إذا حاطة شورت كات لأيقونة الماتلاب على الديسكتوب راح أضغط مباشرة دبل كليك على الشورت كات مالتي مال الماتلاب راح ينفتح لي برنامج الماتلاب. أو عندي خطوة أخرى ممكن أضغط رايت كليك على الماتلاب الموجود على الديسكتوب، أضغط رايت كليك على البرنامج وأضغط كلمة أوبن راح ينفتح لي البرنامج مالتي. هاي عملية فتح برنامج الماتلاب مالتي اللي موجود على الحاسبة. عملية إغلاق برنامج الماتلاب عندي خطوتين ممكن أغلق بها برنامج الماتلاب. أما الخطوة الأولى من كلمة فايل وبعدها أضغط كلمة إكزيت بالماتلاب أيضا موجودة فايل، وبعدها أضغط كلمة الإكزيت راح تكون عندي موجودة هنا إنه يعني مكتوبة إكزيت أخرج من برنامج الماتلاب. أو الخطوة الثانية من هذا علامة الإكس الموجود في أعلى شاشة اليمين اللي هو أيضا يغلق لي شاشة الماتلاب بعد ما نفذت البرنامج مالته. الخطوة الثالثة اللي هي الأوبننج أند فايل، طبعا احنا الماتلاب مالتنا راح نتعامل ويا فايل اللي راح نفتحه او نغلقه يسمى بالفايل دوت ام فايل او ام فايلز. الام هو مختصر كلمه الماتلاب يشير لنا انه هذا الاكس يعني مالت الامتداد انه هو هذا من برنامج الماتلاب، مختصر بدايه حرف الماتلاب هو الام فايلز. عندنا عمليه الفتح الام فايلز بعد ما نفتح شاشه الماتلاب مالتنا راح اكو عندنا خطوتين. الخطوه الاولى اضغط على كلمه فايل واختار من عندها نيو ام فايل، هاي الخطوه الاولى اضغط فايل ثم نيو فايل لفتح شاشه البرمجه اللي اكتب بها البرنامج الام فايل. عندي الخطوه الثانيه ممكن القى ايقونه الام فايل مالتي موجوده هسه. لو الاحظ هذه الايقونه اللي موجوده اللي مثل الورقه البيضاء هنا، هذه الورقة البيضاء هي فتح الأم فايل مالتي الشاشة اللي تخص لي البرمجة اللي راح أكتب بيها. عملية خزن أي برنامج أنفذه بالماتلاب لازم أخزنه. عملية الخزن راح ينخزن بالامتداد أم فايل، راح أقول له أيضا عندي من الفايل، أضغط على كلمة فايل وأضغط على كلمة بعدها أختار كلمة سيف وأعطي الاسم اللي أنا أريده بحيث إنه يخزني الفايل مالتي. أو الخطوة الثانية ممكن أخزنه ألقى أيقونة موجودة هنا عندي، هنا تطلع بالتول بار مالتي راح تطلع لي هنا أيقونة اللي هي مثل مال الخزن، راح أخزن بيها الماتلاب وأيضا أكتبه، أكتب الاسم هو تلقائيا راح يخزن لي الماتلاب دوت أم يعني أقصد لي دوت ماتلاب فايل. عملية تنفيذ البرنامج مثل ما نفذنا بالبرامج السابقة أيضا عن طريق ران، اضغط ران ينفذ لي البرنامج مالته. عمليه الديباج هنا راح نسوي، احنا سوينا بلغه سي بلس بلس، سوينا لغه كومبايلر، صار ران عن الكومبايلر بحيث يشيك لي اذا عندي خطا يطلع لي مكان الخطا بحيث اصلحه. هنا بالماتلاب نفس الحاله راح اسوي عمليه ران وراح اسوي ديباج. ديباج هو معناته انه المكان راح يحدد لي المكان اللي فيه خطا راح يطلع لي اياه بحيث اجري عليه عمليه التصحيح. او اضغط بمكان الديباج اضغط ممكن الكي مالتي F5. F5 هو نفس الحاله راح يقوم بعمليه الديباج. قلنا الديباج هو عمليه تصحيح الخطا يطلع لي مكان الخطا مالتي بالبرنامج واني اصلح الخطا اللي موجود. ماتلاب ديسكتوب، هاي شاشه الماتلاب. احنا من ننفذ نفتح البرنامج اول خطوه قلنا نفتح برنامج الماتلاب راح تطلع لي هاي الشاشه الكليه اللي هنا مالتي اللي هي اسميها ماتلاب ديسكتوب. ماتلاب ديسكتوب مالتي تحتوي لي عده نوافذ. نافذه هنا عندي تحتوي لي اللانج باد، راح ناخذ تفصيل شنو المقصود باللانج باد، وراح ياخذ الورك سبيس مالتي هنا اذا من اضغط على كلمه ورك سبيس راح تنفتح لي بمكان هاي الشاشه شاشه اخرى فارغه. هذه الايقونه هنا
راح يفتح لي الكوماند مال هيستوري مالتي، راح اذن يقول لي انه راح ناخذها لسه بالتفاصيل، شنو اقصد بالكوماند هيستوري، شنو اقصد بالورك سبيس، باللانج بورد. هذه الايقونه الرئيسيه البيضاء اللي طلعت لكم هاي الكوماند مالتي مال الماتلاب. هذا الكوماند مال ماتلاب اقدر اكتب بيها اعازات واضغط انتر وانفذ مباشره. لكن في حاله انا عندي برنامج اريد اكتب برنامج كامل، لازم افتح فايل. فتح الفايل قلنا من هذا الاشاره الشاشه الورقه البيضاء الموجوده بعد كلمه فايل، افتحها وابدي اكتب البرنامج مالتي، وانا في ذا عمليه التنفيذ مالتي راح يطلع لي بهاي الشاشه اللي اسميها كوماند ماتلاب. هاي الشاشه البيضاء كوماند ماتلاب، هاي هنا أنا راح يطلع لي عمليه التنفيذ. في حاله انا عندي اوتبوت ريزلت مالتي راح يطلع هنا أنا. في حالة عندي رسم فيجر راح يطلع لي على شاشة أخرى يخص فقط الرسومات مالتي. عندي أيضا إذا كان عندي مثلا بدي أبحث على دالة معينة، مثلا الصان الساين أو السميشن أو أي دالة أنا أريد أبحث عليها ما أعرف كتابة الصيغة مالتها، راح أضغط على كلمة الهيل، هاي علامة الاستفهام، هاي معناتها هيل، أضغط عليها وأكتب الفاكشن أو الدالة اللي أنا أريدها. راح يطلع لي طريقة كتابتها، شلون أنا أدخل هاي الدالة وشلون أكتبها بالبرنامج مال ماتلاب. ممكن أكتبها مباشرة هنا اسم الدالة وأكتب كلمة أكتب هيل، تسبقها للدالة وأخلي علامة استفهام، وأنت راح يكتب لي هنا بالكوماند مال ماتلاب مالتي، راح يكتب الصيغة مال الدالة مالتي. عندنا عملية غلق برنامج الماتلاب مالتي، راح نغلقها من هذا الأكس. هذا الاكس اللي داخليه تغلق لي فقط شاشه الكوماند مال ويندو لكن مال ماتلاب، لكن اذا اريد كغلق برنامج كل الماتلاب راح اغلقه من هذا الاكس اللي هي موجوده اعلى يمين شاشه الماتلاب. عندي ماتلاب ديسكتوب هسه شرحنا، قلنا عندنا الكوماند ماتلاب يعني عددناهن. الكوماند ماتلاب عندنا اللي هي الشاشه البيضه اللي اول ما اخرج تخرج بيها. الكوماند هيستوري اللي هي هذه الشاشه اللي هنا راح يطلع لي الهيستوري مالتها، بس راح ناخذها بالتفاصيل. عندي النوع الاخر هو الورك سبيس براوزر، هذه الورك سبيس من اضغط كليك عليها راح تنفتح لي شاشه تخص لي العمل مالتي. عندنا الاراي اديتر راح يعرض لي الماتريكس مالتي، ايضا راح اضغط على الاراي اديتر راح يعرض لي الماتريكس مالتي. وعندنا الاديتر اند ديباج، قلنا من عمليه الران نسوي ديباج يطلع لي هذه. هسه راح ناخذ جزء جزء من الماتلاب ديسكتوب ونعرف الوظائف مالته. النوع الاول هو الكوماند ويندو اللي هي هاي الشاشه راح تنفتح لي مال كوماند ويندو. الكوماند ويندو مثلا انا عندي بد فيريبل معين اريد اعرف القيمه مالته، مثلا عندي اي تساوي لي 6 مثلا، اقدر مباشرة اكتبها بالكوماند ويندو، اكتب هنا اي تساوي لي 6، اضغط انتر راح يطلع لي القيمة مالته. هنا أنا حسب هذا الاكزامبل ماخذين ان هي ماتريكس السايز مالتها 4 يعني 4 ب 4. طبعا هاي الماتريكس هاي الارقام مالتي المفروض انا بالبداية معرفتها القيم هذني، يعني يعطيني اياها عشوائيا، وانما هاي القيم انا دخلتها من البداية انفذها بعد ما ضغطت انتر راح يطلع لي الاوتبوت مالت الريزلت. يعني الكومن ويندو اللي راح يصير بيها هي عملية إدخال المتغيرات مالتي وعملية استخراج النتائج مالتي. في حالة نفذت على شكل برنامج بالأم فايل، فتحت أم فايل وكتبت برنامج كاملة، هنا أنا راح يصير عندي فقط عملية الريزلت الأوتبوت مالتي في شاشة الكومن ويندو. عندي كومن هيستوري، الكوماند هيستوري هنا هي اوامر اللي اني يعني بالهيستوري مالتي اللي سابقا بتنفذه، يعني من افتح ممكن يعني تنخزن بهذه مالتي اللي هي تعطيني الهيستوري التاريخ مالتها شو وقت والوقت، مثلا هذا التاريخ مالتي التايم مالتها وشنو البرنامج كامل يكتب لي هذا. هنا طبعا البرنامج هنا متنفذ سطر سطر عن طريق الام فايل، كتب لي البرنامج كامل اني شنو نفذت. برنامج ثاني فاتحته يوم 8/7 بالوحدة و12 دقيقة يعطيني التايم بعد يعني غلقت الماتلاب، فتحت برنامج ثاني كتبت هذه الخطوات. ممكن هذه الان فايل او بالكوماند ويندو اني كاتبه هذني الاعازات راح القاها بالكوماند هيستوري. طبعا من ملاحظات الكوماند هيستوري انه يخزن اي برنامج اني نفذته او كتبته، يعني كتبته وخزنته ونفذته، طبعا هذا راح ينخزن بالكوماند هيستوري.
في حالة أني ما أريد ينخزن بهاي الكومنت هيستوري، أريد تكون عندي فارغة هاي الكومنت هيستوري مالتي، راح أستخدم الفانكشن مالتي مال كلير سكرين أند، يعني كلير اللي هي سي ال سي بالإضافة إلى إيعاز كلير. من أكتب كلمة كلير هذه الشاشة مالتي كأنما أقول له امسح لي الهيستوري مالتي وأكتب البرنامج فقط الجديد، من أكتبه بالأن فايل، وأيضا أقدر أكتبه بالكوماند ويندو. في حالة ما كتبت الكلير أو سي ال سي اللي هي تنظيف الشاشة مالتي، راح ألقى إنه تفاصيل الهيستوري مالتي مال برنامج الماتلاب تنكتب بهذه الكوماند هيستوري، كل تفاصيل البرامج السابقة اللي متنفذة. اللانج باد عندي هاي الشاشة مالتي اللي راح استخدمها، هي توصلني سهول وصل التول بوكس، مثل عندي الدواء الفكشنات اريد اوصل لها، التول بوكس مالتي اضغط دبل كليك على هذا الزائر او اضغط عليها كليك، راح تنفتح لي التفاصيل مال التول بوكس، اختار الفكشن اللي انا اريدها من عنده، سهولة ايصالي الى الدوام الادوات والعروض التوضيحية والتوثيق مالتها عن طريق التول بوكس. بالاضافه ايضا سهوله الوصول الى الهيلب، ممكن ادخل الى الهيلب من هنا اضغط كليك على الهيلب مالتي واكتب الفانكشن اللي انا اريدها. فهاي اللانج باد الفائده مالتها. النوع الاخر عندي هي الورك سبيس براوزر. الورك سبيس براوزر هنا هاي شاشه العمل اللي انا راح اقوم بالبرامج مالتي، مثلا انا نفذت برنامج بالبداية خزنت هنا الاسم، راح اخزنه باسم معين هنا اسم اي، وراها بفترة اجيت من جديد نفذت برنامج اخر خزنته باسم سي، فهنا كل البرامج اللي انا راح انفذها راح تتخزن الاسماء حسب الاسماء اللي انا راح اسميها، راح تتخزن الاسم مالته هنا راح يعطيني بالاضافة الى الاسم مال برنامج مالتي المخزون بالانفايل، راح يعطيني السايز مالته هنا الحجم مال الفايل مالتي يكتب لي اياه، وهنا راح يستخدم لي عدد البايت بالباينري، كم بايت استخدمت في هذا البرنامج. هنا راح يعطيني التفاصيل مال الكلاس مالته مال البرنامج مالتي، فهنا مجموعه برامج انا مستخدمه والبرنامج معطيني السايز مالتها والبايت مالته بالباينري بالاضافه للكلاس. هذه راح يكون بالشاشه التنفيذ مالتي مال ورك سبيس. الورك سبيس كنا مكانها راح اضغط هنا على كلمه الورك سبيس، راح تطلع لي الشاشه اللي تخص لي العمل مالتي، البرامج المخزونه اللي انا خزنتها ونفذتها بالحاسبه. النوع الاخر اللي راح استخدمه هي الاراي اديتر. هنا انا من اريد اعرف مصفوفه عندي، هنا انا راح افتح الايقونه مالتي مال الاراي اديتر. الاراي اديتر طبعا تنخزن بالان فايل، هنا انا راح اكتب السايز مالتي، ممكن انا عندي فقط رو، ممكن عندي فيكتور، يعني ممكن عندي تو دايمنشن اللي هي رو كولوم، راح احدد السايز مالتها هنا ايش قد يعني الرو في الكولوم، هنا احدد الكولوم مالتي، هنا احدد الرو مالتي، وهنا ادخل القيم مالتي. عمليه ادخال القيم راح اضغط على كل مكان بالمصفوفه مالتي دبل كليك واضغط ادخل القيمه، يعني هنا راح اضغط على هاي الايقونات الوسطيات اللي هي مثلا 16، اضغط دبل كليك واكتب كلمه رقم 16، اضغط دبل كليك ادخل رقم 2 بالمستطيل اللي يخص 2، وهكذا الى ان املا المصفوفه مالتي كلها. هذه الاراي اديتر مالتي. طبعا هنا يعني ممكن انه هنا الفورمات مالتي مال ديسبلاي اذا كانت ارقام قليله راح استخدم هاي الشورت جي، مثلا ارقامي قليله يعني الاعداد صحيحه، مثلا اعداد كبيره عندي لونج، فراح هنا مجرد اختارها واحدد هل هي لونج او شورت او دبل وما شابه ذلك من الفورمات مالتي الخاصه بالاراي، راح احددها من هنا فيما يخص الاراي. الإيديتر اند ديباج، هنا انا قد الإيديتر او الديباج مالتي راح اسوي الران مالتي، الران بعد ما انفذ البرنامج مالتي راح اسوي له إيديتر اللي هو قلنا هذا الديباج، هنا انا راح اضغط على كلمة الديباج، لو الاحظ راح تطلع لي من اسوي ديباج راح تطلع لي هاي النقطة الحمراء اللي موجودة هنا بالسطر رقم 9، هذه معناته انا عندي هنا خطأ صاير بالبرنامج مالتي بهذا السطر، راح يحدد لي هنا السطر مالته بالتحديد
ويقول لي إن هنا يطلع لي ملاحظة هنا هسه مثلا ها القيمة مالي الآن تساوي لي مثلا كاتب آني 2، هنا أنا خطأ بقيمة الآن المفروض أنا أعدلها، فراح يطلع لي هنا مكان السطر وعملية التصحيح مالتي المطلوب، وأنا راح أصلح حسب الخطأ، يعني أصلح الخطأ الموجود عندي حسب السطر اللي هو راح يعطيني إياه، راح يعرض لي السطر مالته عندي. بالإضافة إلى إذا عندي مثلا خطأ وأريد أصلحه أيضا عن طريق البرنامج مال الماتلاب، راح أستخدم هذا المثل الناظور، هذا الناظور راح يسوي لي find and replace، يعني أختار الخطأ إذا كان function الخطأ كاتبتها أو الـ variable الخطأ اللي عندي أو القيمة، وأسوي replace إلى أختار القيمة الصحيحة وأسوي تلقائيا، راح يبدل لي إياها بكل البرنامج مالتي. طبعا بعد كل خطوة أنا أكتبها ببرنامج الماتلاب لازم اخزنها. عملية الخزن قلنا هذا السيف، راح اضغط عليه او اضغط فايل سيف، راح الاحظ الاسم من خزنته راح يكتب لي هنا الاسم، بالاضافة راح يكتب لي دوت ام. دوت ام معناته انه هو انخزن بالبرنامج الام فايل الخاص بالماتلاب. اي خطوة اصلحها او اكتبها اضافية راح اضغط من جديد عملية السيف قبل لا انفذ البرنامج، بحيث يتنفذ البرنامج مالتي بالشكل الصحيح. هذا فيما يتعلق بالواجهات الخاصة بالماتلاب مالتي. عندي إذا أريد أسوي كنترولر إلى كوماند ويندو مال الانبوت والاوتبوت، هنا أنا راح عندي أربع فاكشنات أو أربع إعازات ممكن أسوي بها الكنترولر إلى الكوماند ويندو الانبوت والاوتبوت، اللي هي اقصد بيها شاشة الكوماند ويندو اللي هي الشاشة البيضاء اللي كنا اول ما افتح الماتلاب راح تخرج، يعني تكون موجودة هي الكوماند ويندو اللي ممكن ادخل فيها عملية المدخلات الانبوت مالتي اذا كانت عندي فيريبل، ومن اضغط على الانتر مالتي راح يتنفذ الاوتبوت مالتي يطلع لي اياها. في حالة انا اريد اغير بالابيرنس مالتي المظهر مال الاوتبوت مالتي، مثلا اريد اسوي مثلا حجم الخط سميك او اسوي مائل او اسوي مثلا ملون، فراح اضغط عن طريق الكنترول ابيرنس مال اوتبوت ماتي للفاليو، هذا راح اتحكم عن طريق الفورمات كوماند ماتي اغير بالاوتبوت القيم مالتي، يعني ما اغيرها كقيمه، القيمه تبقى ثابته، مثلا انا قلت دخلت اي تساوي للستة تبقى قيمه الستة مثل ما هي، لكن اللي راح اغير مثلا اسوي حجمها كبير او اسويها صغيره او اسوي مثلا لون معين اختار لها في لون معين او تكون مثلا مائله، هذا اللي اقصد بيها العمليه الكنترول مال ابيرنس مالتي للفورمات الكوماند. عندي طبعا تتحكم اللي بالاوتبوت فاليو فقط يعني كمظهر له. النوع الثاني عندي السبريس اوتبوت، هذه السبريس اوتبوت مالتي اذا اريد اسوي عمليه ايقاف للاوتبوت مالتي، يعني ما اطلع قيمه، طبعا احنا نعرف اي سطر اخلي له نهايه السيميكونه عمليه السيميكونه مالتي راح من اضغط انتر ما راح تعرض لي الاوتبوت مالتي. هذه السيميكونه بنهايه السطر معناته اني حتى اذا ضغطت انتر بالماتلاب مالتي ما راح تطلع لي اوتبوت، معناته هنا انا سويت سبريس للاوتبوت، يعني وقفت الاوتبوت مالتي كمخرج. النوع الثالث هو انتر لون كوماند بالكوماند لاين. نفرض انا عندي معادله رياضيه، كانت المعادله الرياضيه طويله كلش، كملت السطر الاول يعني واريد يعني والمعادله ما خلصت، فممكن بالماتلاب ما اكمل استمر اكملت النقل للسطر الثاني واستمر، هاي اسميها بالانتر لون كوماند اعاز طويل، معناته عندي معادله رياضيه او منطقيه طويله ما كفت لي السطر الواحد بالاعاز، ممكن اكملها تنزل لي على السطر الثاني، بعد السطر الثاني راح اضغط انتر وانفذ الاعاز اللي اعطيته، ممكن تاخذ لي يعني الفاكشن مالتي اكثر من سطر بالتنفيذ بالكتابه. اديت كومنت لاين، هنا انا اذا اريد اسوي عرض الى الاعاز مالتي، مثلا كان عندي اعاز انا مثلا مطته يعني اعاز مثلا عمليه ضرب مثلا واريد اسوي لها اديت، اقدر اعرضها عن طريق الاسهم، بصراحه احنا ناخذ الامثله على هذين اللي اخذناها الكنترولر مال الويندو الانبوت والاوتبوت، راح ناخذها بالتفاصيل. التفصيل الاول اللي هي الفورمات كوماند، اللي كنا هو هذا يتعلق بالابيرنس يعني المظهر مالتي،
القيمة مالته، طبعا المظهر مالتي، الابيرنس مالتي بالفورمات كوماند ما راح يتغير لأي قيمة أنا أريدها، لكن راح تتحكم لي بالمظهر مال القيمة مالتي. هنا اللي أخذناها إنه قيمة إكس تساوي لي 4 على 3، أخذناها الإكس هي عبارة عن فيكتور، الفيكتور متكون لي من قيمتين، القيمة الأولى للإكس هي 4 على 3، القيمة الثانية هي الإكسبونيشال يعني 1.23 في إكسبونيشال ماينس 6. من أجل أنفذ عندي عدة إعازات ممكن أظهر لي قيمة الأوتبوت مالتي للإكس. القيمة الأولى راح أكتب قبل يعني قبل ما أريد أنفذها راح أكتب فورمات شورت. فورمات شورت هذا الإعاز مالتي راح ياخذ لي 5 ديجيت لتنفيذ الأوتبوت مالتي. من أسوي إنتر أكتب الإكس وراء، طبعا أدخل بالبداية قيمة الإكس الباكتر، بعدها راح أكتب الفورمات شورت، بعدها راح أكتب فقط قيمة الإكس، لأن يعني قيمة الإكس القيم مالتها انخزنت بالبداية. هنا راح أكتب فقط المتغير مالتي وأضغط إنتر. من ضغطت انتر راح ينفذ لي، لو الاحظ هنا 5 ديجيت اخذها، هاي 5 ديجيت مالتي كلها اخذها بالنسبه للشورت، ما ياخذ اكثر من 5 مراتب ديجيت بالنسبه للشورت. نفس الحاله هاي القيمه الاولى هي 4 على 3، القيمه مالتها راح تطلع لي 1.3333. الاكسبونيشال من اريد اخذ راح ينفذ لي ال 5 ديجيت راح يطلع لي هاي القيمه مالته، لان فقط 5 ديجيت، قلت له احسب لي كانما اعطيته اعاز، احسب لي فقط اول 5 ديجيت مالتي مال قيمه الاكس. اذا انا اريد يعرض لي بها اكسبونيشال راح استخدم الاعاز الثاني، اذا كان بها فلوتنج ايضا يعني ليس فيكسد وانما فلوتنج بوينت راح استخدم الاعاز فورمات شورت اي. طبعا بالبدايه اعرف قيمه الاكس تساوي هذا المتغير، بعدها راح استخدم الفورمات كوماند مالتي اللي هو فورمات شورت اي، الاي اكس اقصد بيه هو الاكسبونيشال مالتي. طبعا هنا الفورمات شورت قلنا ياخذ 5 ديجيت، من ضفت حرف الاي معناتها انه ضيف لي وياه الاكسبونيشال، فهنا انا وراها اكتب حرف الاكس نفس المتغيرات مالتي. لو الاحظ القيمه مالتي للاكس نفسها طلعت لي بالعدد الثابت البيكسيت مالتي العدد ال 5 ديجيت اللي هي 1.3333. الاكسبونيشال اذا انا ما عندي اكسبونيشال راح يعرض لي اكسبونيشال للزيرو راح يكتبه، بينما هنا أنا عندي القيمه الثانيه اللي هي كانت اكسبونيشال ناقص 6 سالب 6، فهنا انا راح يعرض لي فقط قيمه الاكسبونيشال مالتي اللي راح يعرضها اللي هي ايضا راح يعرض لي 5 ديجيت مع الاكسبونيشال للقيمه الثانيه. في حاله استخدم الفورمات كوماند لونج معناته انا عندي اريده يخرج لي لونج، احنا اخذنا اللونج وتفاصيله بالكورس الاول، نفس الحاله في برنامج الماتلاب. هنا اللونج مالتي راح ياخذ 15 ديجيت، من اقول له فقط لونج بدون اكسبونيشال واقول له اكس راح ياخذ لي هنا 15 رقم الى قيمه الاكس. في حاله انه يعني اكو 15 رقم راح ياخذها، في حاله كان الرقم مالتي وانا كاتبه لونج اقل من 15 راح يعرض لي بقيه الارقام 0. المهم انه يحسب 15 رقم ياخذ للقيمه، اكو قيمه لها راح يخليها، ماكو قيمه راح يخليها 0 لها. هنا انا القيمه الثانيه مال اكسبونيشال من قلت له اخذ لي 15 ديجيت باستخدام اعاز الفورمات لونج اخذ لي هذه ال 15 ديجيت الى رقم الاكس مال اكسبونيشال ماينس 6، هذا الاوتبوت مالتي. إعاز الفورمات لونج الإي معناته أيضا راح ياخذ 15 ديجيت بالإضافة إلى الإكسبونيشال للرقم اللي راح يخرج لي بالأوتبوت. نفس الحالة راح أقول له إكس إنتر، أضغط إكس إنتر راح هنا يعرض لي هذا 15 ديجيت للرقم مالتي مال الإكس بالإضافة إلى الإكسبونيشال. هنا طبعا الرقم الأول كان عدد فقط كسري فلوت فلوتنج بوينت راح يعرضها، لكن ما عندي اكسبونيشال فعرض لي قيمة الزيرو. يعرض لي لازم يكتب لي، بما انه انا اعطيته اعاز لونج اي الاي اكسبونيشال فلازم يعطيني قيمة الاي، اذا ماكو قلنا الها قيمة راح يعرضها عبارة عن اكسبونيشال زيرو، اذا الها قيمة راح يعرض لي هنا اكسبونيشال مال الرقم الثاني ماينس 6. عرض لي 15 ديجيت مال اللون بالاضافة للاكسبونيشال مالته ناقص 6. الفورمات كوماند اللي بعدها اللي هو راح استخدمه البنك. هنا البنك اذا كانت عندي عمله يعني مثل بالدولار او السنت عندي مال يعني بالعمل النقديه،
راح استخدم هو إعاز الفورمات بانك، راح تعرض لي القيمة مالتها. هنا أنا راح تعرض لي قيمة الاكس، أطي بعد الإعاز فورمات بانك أطي قيمة الاكس، راح تعرض لي هذه القيمة اللي خاصة بالاكس القيمة الأولى، وهذه القيمة الثانية اللي تخص لي القيمة مال الاكسبونيشن ناتج تخص اكس. الفورمات كوماند اللي بعدها عندي الراشيو اوف سمول انتجر اللي مختصرها رات، راح اكتبها بهذا الشكل. هذه اقصد بيها الراشيو اوف سمول انتجر، يعني معناته اني من عندي قيمه تقريبيه راح اعرض، يعني عندي قسمه راح يعرض لي هنا. أنا من اقول لي اكس يعني هنا ما راح يحول لي كل الرقم مالتي الى فلوت. لو الاحظ بالخطوات السابقه كلها حول لي اياها فلوتنج، يعني اعداد عشريه، لكن من اكتب له فورمات رات راح يبقي لي كسر مثل ما هو بشكل كسر عشري، راح تبقى القيمه مالتي، واذا كانت هي فلوت تلقائيا راح يحول لي الى كسر عشري. راح يكتب لي الرقم الاول 4 تقسيم 3 مثل ما هي موجود. الرقم الثاني كان عندي هو عباره عن الاكسبونيشال مالتي، ورقم كان بالبدايه فلوتنج. لو الاحظ هنا أنا عندي القيمه مالتي كانت هي فلوت ناقص في اكسبونيشال سالب 6. من نفذت إعازة الراشيو مالتي هنا راح ألاحظها انه هنا صار عندي كسر، حولت لي الرقم الفلوتنج الى صيغه كسر اعتيادي. الإعازة الاخير اللي راح ناخذه بالفورمات كوماند هو الفورمات هيكسا. الهيكسا معناتها انه راح يحول لي هذا الإعاز الى الهيكسا ديسيمال، احد انواع الفورمات مالتي، من اللي يحول لي من عدد ديجيتال الى الهكسا تلقائيا. فقط راح اكتب له فورمات هكسا واعطي اسم الفاريبل، اضغط انتر، حول لي الاربعه على ثلاثه تلقائيا الى الرقم صيغه الهكسا ديسيمال. نفس الحاله حول لي الاكسبونيشال الى صيغه الهكسا ديسيمال، يعني اعاز حاضر عندي في حاله اريد احول من الديجيتال الى الهكسا، مجرد استخدم اعاز الفورمات هكسا واعطي قيمه الاكس هو تلقائيا راح يحول لي اياها. في حاله قلنا عن بعدها اللي هي السبريسنج اوتبوت، قلنا فقط نخلي عمليه ايقاف اخراج الاوتبوت مالتي، راح ادخل الانبوت مالتي اي تساوي لي 100. في حاله ما خليت هاي السيميكولن او سويت انتر راح يطلع لي الانسر مالتي 100. في حالة أريد أوقف استخراج الأوتبوت مالتي راح أضيف فقط هاي السيميكولن، معناته إنه ما راح تعرض لي الأوتبوت مالتي، راح من أسوي أنت راح يعرض لي سطر فارغ، ما راح يعرض لي تنفيذ هذا البرنامج مالتي أو هاي الخطوة مالتي بالبرنامج. الخطوة الأخرى اللي قلناها قبل شوية، في حالة أنا عندي عملية رياضية كانت العملية مثلا تساوي لي هذه المعادلة الرياضية، خلص السطر وما خلصت عندي المعادلة بعدها طويلة، ممكن أنفذ بالسطر الثاني، أضغط إنتر أنفذه بالسطر الثاني، ومن أكمله أخلي السيميكولن في حالة ما أريد ينفذ الأوتبوت مالتي ما يطلع لي الأنسر إيش يساوي لي. في حالة لا أريد الأوتبوت مالتي أوخر هاي السيميكولن وأضغط فقط إنتر راح تطلع لي قيمة الأوتبوت مال الأس. اللي عاز اللي بعدها عندي الكوماند لاين إتيدنج، في حالة أنا كتبت في المعادلة الرياضية كانت عندي عملية الفاكشن، لو ألاحظ هنا أنا عندي كتابتها غير صحيحة، نقص حرف الآر هنا، يعني هو راح يكتشف لي إنه هذه المعادلة خطأ. من أضغط إنتر هنا محطة سيميكولن، أضغط عند إنتر راح يقول لي هذا الفاكشن مال سكرور روت مالتي سكوير روت مالتي عفوا تكون غير معرفة، يقول لي هاي الفاكشن، راح يطلع لي اسم الفاكشن ويقول لي هذا الفاريبل مالتي ما معرف. ان كان استخدمته كفاريبل المفروض راح اعرفه بالبدايه، اذا مستخدمه كفاكشن هنا المفروض هنا يصير عمليه التصحيح. هنا في حاله انا كتبت هذا البرنامج، يعني هذا الإعاز كتبته بالكوماند ويندو، يعني هذا الكوماند ويندو كتبت هاي المعادله، راح يطلع لي انه هذا السكوير روت مالتي كتبتها خطا، ما معرفه بالفاكشن او الفاريبل، لا معرفته على شكل متغير هذا الرمز، ولا هو فاكشن موجود في مكتبه الماتلاب. اما في حاله كتبته في الام فايل، فهذا راح يكتشف لي الديباج، من اسوي ران اند ديباج راح يأشر لي هنا هذا السطر انه هذا السطر عندي خطا اللي هي سكوير روت، ايضا راح تطلع لي هاي العباره مالتي في حاله الديباج بالام فايل. عملية تصحيح هذه الخطوة، في حالة أنا عندي هذه الخطوة كتبتها بالكومنت
مال ويندو مال ماتلاب، عندي عدة عمليات، عدة يعني أمور ممكن أصلحها. ممكن أضغط على السهم الفوق من الأسهم ماتي، هذا السهم الفوق ماتي، أو أضغط كنترول مع الحرف البي، هذا معناته إنه راح يكتب لي الإععاز من جديد هذا بالخطأ مالته، وأروح أوقف بالماوس عليه وأصلح كلمة السكوير روت، أكتبها بشكل صحيحة. عملية اللي أسهم اللي راح أحتاجها أيضا بالكوماند لاين ماتي بالإتدنت ماتي، ممكن أنزل إلى الريكول أستدعي النيكست يعني الإععاز القادم عن طريق السهم الأسفل مع الكنترول، أو أختار عندي اختياري ممكن عن طريق الأسهم السهم الأسفل إنه يأشر لي النيكست لاين، أو أختار كنترول مع الحرف الأن. إذا ردت أختار عن طريق يعني أخلي أحدد مثلا هاي الجملة أريد مثلا بالسهم أحول على جهة اليمين، عندي جهة اليمين مثلا أو اليسار، العفو اليسار عندي خطأ، أخلي السهم اليسار وأتنقل إلى الإععاز مالتي. إذا الخطأ عن طريق جهة اليمين راح أتنقل عن طريق السهم بالإععاز عن طريق اليمين. طبعا السهم عن طريق اليسار ممكن اتنقل، قلنا ممكن نتنقل عن طريق الكنترول حرف بي، هنا أنا طبعا البي الاقصد بي راح يسوي لي باق وان كاركتر، يعني حرف حرف يرجعني، مثل ما هسه هاي لاحظوا مثلا هنا انا عندي خطا، هنا من اتنقل بالسهم راح يرجعني كاركتر كاركتر، ما راح يرجعني راسا بدايه السطر او نهايته. نفس الحاله في حاله اني اريد يعني الخطوه من جهه السهم من جهه اليمين، راح ينقلني خطوة خطوة حرف حرف يعني إلى أن يوصل للمكان اللي أنا أريده. في حالة جهة اليمين راح أختار أيضا كنترول F، أيضا راح ينقلني كاركتر كاركتر. في حالة أريد ينقلني كلمة كلمة راح أضغط كنترول مع السهم اليسار، في حالة أريد أنتقل إلى اليسار، أو أضغط كنترول حرف ال L، هذا معناته إنه راح ينقلني كلمة كلمة. في حالة أريد أن أنقل إلى اليمين راح أضغط الكنترول مع سهم اليمين، أو أضغط الكنترول مع حرف الآر راح ينقلني كلمة كلمة في الإعاز اللي أنا أريده. إذا أضغط على كلمة هوم أو كنترول أي، هاي معناته إنه راح أرجع إلى بداية السطر، من أوقف عليها أريد أرجع إلى بداية السطر راح أضغط على كلمة هوم أو أضغط على كلمة كنترول أي. إذا أريد أن أنقل إلى نهاية السطر مالتي راح أضغط على كلمة الـ End الموجودة الكيبورد، أو أضغط على كنترول مع حرف الـ E راح ينقلني إلى نهاية السطر اللي أنا واقفة عليه ومأشرته. في حالة أريد أسوي كلير لللاين مالتي كله، أضغط أما على كلمة أضغط كلمة الإسكيب من الكيبورد، أو أضغط على كلمة الكنترول مع حرف الـ U، هذه تسوي لي كلير لللاين كله. في حالة أريد أحذف، إذا عندي عملية حذف حرف حرف أريد أحذف، راح أوقف على مكان معين اللي أريده أأشر عليه، وبعدين أختار أما كلمة ديليت راح يحذف لي الحرف مالتي، أو أختار كنترول مع حرف الدي، هذا يسوي لي عملية حذف للحرف اللي أني واقفة عليه. يعني في حالة أريد أحذف الحرف السابق، يعني أوقف بمكان معين وأحذف الحرف السابق، راح أضغط على كلمة الباك سبيس، أو أضغط على كلمة كنترول اتش. كنترول اتش مع الباك سبيس هذه تحذف لي الحرف السابق. في حالة أنا أريد أحذف اللاين نهاية اللاين كله، فراح أضغط على كنترول حرف الكي راح يحذف لي النهاية مال الخط مال اللاين مالتي اللي أنا واقفة عليه. Thank you for listening.